فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. القواعد الفقهية، وقد تكلمنا على القواعد الكلية، القواعد الفقهية والقواعد الفقهية. الفقهية هي قوالب فهم، يعني إتقانها مش في النظر فيها، إتقانها في كيفية التطبيق عليها، وأيضا وقتية الاستدلال هذا أمر آخر. القواعد الفقهية عندنا قاعدة كبرى من أهم من الأهم من الأهمية بمكان. أنا دائما كنت أسميها المانعة من الوساوس، يعني حصن حصين من الوساوس. نعم، وهذه المسألة لو تفهمون أو تعلمون، هذه مسألة من أعظم ما يكون، من أعظم ما تكون مسيسا بالعقيدة قبل أن نكون مسيسا بالفقه والأصول. مسألة اليقين لا يزال بالشك، هذه مسيسها بالعقيدة أقوى من مسيسها بالأصول والفقه، وسأبين. لكن الأول نفهم القاعدة ونعرف كيف نتعامل معها، وأيضا سأتعامل معكم كيف تتعاملون معها في 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 في, في الاستدلال بها على المسائل. اليقين في اللغة معناه استقرار القلب أو طمأنينة القلب. تقول يقن الماء في الحوض، يعني إيش؟ يعني استقر في الحوض. فاليقين هو العلم الجازم في القلب دون التردد، العلم الجازم في القلب دون التردد. واليقين اصطلاحا هو علم جازم يغاير الشك والظن والوهم. فاليقين في الاصطلاح هو ما 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 ما, ما كان جزما في القلب، كان يقول أنا على يقين من أن أبي فلان، أنا على يقين من أن أمي فلانة. طبعا هذه كلها غلبة ظن، مش يقين نزلت غلبة ظن. غلبة ظن. قال اليقين، نعم خلاص، اليقين لا يزال بالشك، والشك والتردد استواء الطرفين، التردد دون الجزم. يبقى الشك مضاد لإيش؟ لليقين. شوف انت كده فهمت القاعدة. طب ازاي تعرف؟ ازاي ابراهيم؟ ازاي انت فهمت القاعدة بلا فهلوة المنصورة؟ بلا فهلوة كريم حياها بالمنفية. مش انا سابق عمر لوحده دكتور، انا سبت عمر مش هسيب الدكتور. احمد ماشي كده، شككتوني ان حجر تكون معاه المساله. هات انا ماشي، بس هي انا قلت انت كده فهمت من القاعده. ماشي هو، بس انت كده جبتها فهلاوه برضه. قل فهم القاعده لا يلتقيان، لا لا يلتقيان. يبقى انت فهمت القاعده كلها كده، هفهمكم كيف فهمتوها. لا يلتقيان، اليقين والشك متضادان لا يلتقيان. يبقى ما لا يلتقيان، يبقى لا يمكن اعمال شك مع وجود ايش؟ يقين، لانهم لا يلتقيان. انا عندي يقين، كل شك تاتيني به ايش؟ غير معمول به. لما؟ لانهما لا يلتقيان. كده انت فهمت القاعده دون ان ندخل فيها ودون ان نتكلم. كده خلصنا القاعده ونمشي بقى ان شاء الله. يلا ناخد اللي بعده. فهنا الشك، الشك مضاد لليقين، تردد وعدم جزم. ولا والمتضادان لا يلتقيان. ونقول المدركات العقلية خمسة: يقين واعتقاد وظن وشك ووهم. أما اليقين هو جزم القلب، لكن افهم عشان تبقى فاهم، لأن الرسومات كانت مهمة في هذا الباب وتعرف الفرق بينها. يقين واعتقاد وظن وشك ووهم، الخمسة، شوف الفرق بينهم. أما اليقين، أبو عمر لو تحسن لينا بعد إذنك، اليقين هو جزم القلب نابع عن علم. طمأنينة القلب، استقرار القلب، الاستقرار على الشيء. يبقى هو جزم القلب أو العلم الجازم في القلب نابع عن علم، قيد نابع عن علم. هذه مهمة، دي المدركات الخمسة العقلية، نابع عن علم. كان تقول
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن لهم. يبقى المؤمن يقينا هو فين؟ في الجنة. طبعا ده وصف مش شخص مش عين. يقينا المؤمن في الجنة كما تقول بذلك. علم اليقين، اليقين ثم بعد ذلك الإيش؟ الاعتقاد. الاعتقاد جزم القلب أو طمأنينة القلب واستقرار القلب أو العلم الجازم لكن بدون دليل. ده الاعتقاد اللي هو الخواص بيسمونه اعتقاد الايه؟ العوام. اعتقاد العوام. الاعتقاد، الاعتقاد جزم القلب لكن بلا دليل. بلا دليل. واحنا بنعتقد بدون دليل. كالمرأة نعم الفطر السليمة، المرأة العجوز فين الأدلة عندها؟ عجائز النساء. ده الجويني نفسه قال ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور. والظن هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين. ما انت كان المفروض تجيب بقى الفوارق بينهم، انت كتبت وقعدت. والظن هو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين. كان تقول طاهر النجس يجوز ذلك، احتمال هذا واحتمال هذا وارد عليه. حتى الراوي قد تقول بس لها هنا غلبة الظن. أن تقول يحتمل أنه ضبط ويحتمل أنه لم يضبط. أما الشك فهو التردد بين أمرين مع استواء الطرفين. نعم مع استواء الطرفين. والوهم هو تجويز الأمرين مع ترجيح الأضعف. الأضعف. تعال بقى أنت. أيوة ممتاز. أبغى أقول بكتبه خلاص. الظن تجويز أمرين مع ترجيح الأرجح الأقوى. هذا واليقين الذي هو بابنا المهم جدا في هذا الباب. طبعا هذه المسألة يا إخواتي الأفاضل مهمة جدا في هذا الباب عشان تعلم أيضا الفرق بين القطع والظن. وهذه مسائل ستفيد تفيدك جدا. باب الاعتقاد باب الفقه أيضا. الشك وتجويز الأمرين مع استواء الطرفين. والوهم تجويز الأمرين مع ترجيح الأضعف. ما هو لا في علم، مفيش حاجة اسمها علم بدون دليل، عن غير علم يعني عن غير دليل. ممتاز. اليقين ثلاثة، علم يقين، عين يقين، عين يقين، حق يقين. اليقين ثلاثة مراتب. يناسب أن نقول بأن هذه القاعدة مسيسها بالعقيدة أهم عندي من مسيسها بإيش؟ بالفقه. علم اليقين أنا أقول لك عسل الصدر يذهب عنك وغر الصدر. خلاص. وعسل الصدر في 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 لبنان مثلا جيد. فأنت الآن أما أقول لك عسل الصدر يزيل وغر الصدر وجاءتك ابن اكثر من مصدر فده اصبح عندك ايش؟ خلاص تواتر. تواتر علم، علم يقين، علم يقين. ثم قدر الله وامتلكت مالا وكنت رجلا مرفها فلا فذهبت الى من يقول لك تؤبرني عراسي عيوني لك. طبعا خلاص بقى الكلام ده يذيب ينصهر الحديد امامه. عيوني لك وذهبت فذهبت الى هذه البلد الطيبه فوجدت النحل، عسل النحل، ووجدت النحل والعسل أمامك أنت أخذته بيدك فصار هنا تؤبرني على حقيقتها. يبقى هنا عسل النحل السدر كان إيش؟ ها عين يقين. هنا الآن ترى عين يقين. فبعد ذلك أنت لما قلت ذلك قلت إذن ألمس ما قالوا فأخذت منه. والأولى قلت ما هذا الكلام وإيش فيه سحر فزدت. فلما زدت أنهيت الوعاء وقلت حقا تأبرني لأنك وصلت فين بقى؟ العين اللي خلاص انتهى. وصلت إلى حق اليقين. حق اليقين كما أنت تقول أنت تعلم الآن بالجنة علم يقين.
أعددت العبادة الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعندما تقف أمامها وعلى أبوابها ولم يؤذن لك بالدخول وترى ما فيها من الأنهار والبحار واللآلئ والثمار، فأنت هنا رأيت إيه؟ عين يقين، عين يقين. عندما تدخل وتتمتع بحور العين فأنت في حق الله، ما دخلنا الجنة جميعا يا رب العالمين. فهذه مهمة مسألة اليقين ومراتب ومراتب اليقين. مسيس القاعدة قبل أن نتكلم فقهيا، مسيس القاعدة بالعقيدة أمس ما يكون في حسن التعامل مع الله جل في علاه وفي الظن بالله جل في علاه. نحن نعامل الله بالشك ونجربه، وهذه معناها في ضعف العلم به مع ضعف التوكل عليه مع ضعف حسن الظن به. أنا أتكلم عن الصحابة حتى نأتسي بهؤلاء. مسيس القاعدة عندنا في هذا الباب هو اليقين في الله وحسن التعامل مع الله باليقين. اليقين في الله وحسن التعامل مع الله في اليقين. أبدأها بسيد الناس وبعد ذلك أمثلة على الصحابة الكرام حتى تستيقن المسألة. جاءت بسيد الناس عندما جاء الرجل وقال له إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، اسقيه عسلا، فسقاه عسل فازداد الأمر عليه، قال اشتد الأمر عليه بالعسل، قال اذهب فاسقيه عسلا. وجاء في الثالثة قال إن الأمر قد ازداد على أخي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك، صدق الله وكذبت بطن أخيك. في حد ممكن يأتيني بنظير ذلك عن النبي؟ عن التعامل في الظن في الله والتعامل بالأخين. مسيس القاعدة مهم جدا في هذا الباب. نظيرها لا ما صدقه وكذوب، زيد الرهان. هذا أبو بكر، ها أنا خلاص أبو بكر يأتي ليس الآن. ممتاز. وقال له من يعصمك؟ قال الله فسقط السيف. جميل جدا. نام عليه السلام وجاءه العربي وأشهر السيف على النبي، قال من يعصمك مني؟ قال الله بيقين، سقط السيف. فقال له من يعصمك أنت مني؟ قال كن خير الآخذ. في نظير لها آخر كاتب يا سلمان ولما أتى النبي لا 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 تدخل فيه. ماشي. يعني هذه سنراها في الآخرة، وهذا صحيح لكن سنراها في الآخرة. أعرف لما قال عائشة أظهر من ذلك. طب أنا أقول أنا ساكت أو ساكت أو ما اللي عنده حاجة يقول أنا ساكت. ماشي ممتاز. جليس سليمان عليه السلام. ممتاز. نعم. قال له سيأتيه بعرش بلقيس. قال ماشي هو قال ما يأتيك بها لكن مش إيه. جيدة. نعم. السلام. سيدنا موسى لما قال كلا إن معي يا ربي سيأتيه. وهذا ماشي ممتاز صحيح. وأعطيت نعم. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له برجل في شجاعته إنه فعل وفعل، قال هو في النار، قال هو في النار. فجاء في اليوم الثاني قاتل بشراسة وقالوا يا رسول الله الذي قلت في النار فعل وفعل، فصار فتنة للصحابة، صار رجل فتنة للصحابة. فقال النبي هو في النار. أنا سأتيك لغاية دلوقتي الشاهد ما جالكش، هأتيك الشاهد. ثم جاء اليوم الثالث فقال الرجل لما وجد الفتنة عند الصحابة بهذا الكلام قال أنا صاحبه، دعوني أنا صاحبه. فقال لما قال أنا صاحبه التف خلفه وراقبه، فالرجل قاتل بشراسة حتى جرح وأثخنته الجراح فما استطاع أن يتحمل، فوضع السيف ذمامة السيف عند صدره واتكى عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل متهللا فرحا فقال يا رسول الله الذي قلت كذا وكذا، قلنا لك كذا وكذا، فقلت هو في النار فعل كذا وقتل نفسه. فقام النبي فقال الله أكبر أشهد أني رسول الله. هنا التعامل للنبي ده واحد وهو ما كان يعلم وما كان يرى. قالوا من أهل النار، هما حتى الإنسان ما يعلم ليه ما هو ليس من النار، ليه من أهل النار. المسألة يقين في الوحي، المسألة يقين في الوحي. قال هو في النار، هو لا أدري حتى ما الذي يفعل. فلما اتكى على ذوابة السيف قال الله أكبر إني أشهد أني رسول الله. على ذلك الصحابة في الجملة الباب مش باب العقيدة. نعم. ممتاز. هذه غلبة الظن، في غلبة الظن نتكلم بقى على اليقين التام في هذا الباب أعظم ما يكون. فالصحابة الكرام عندما التفوا حوله
وقبضوا عليهم قبضة محكمة وأحاطوا بالمدينة، حاطت الثور بالمعصم. فقال الله تعالى هنالك زلزلوا، قال الله تعالى جاءوكم من فوقكم وأسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن لما رأوا ذلك وش قالوا؟ العمل بقى باليقين، وش قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما بدأ تبديله. ايش الحدث؟ ورد الله الذين كفروا بغضب لم ينالوا خيرا. تعاملوا مع الله باليقين، مش حسن الظن فقد، مبالغه حسن الظن في الله جل في علاه. هناك أمر آخر قد تكون في المعصية في هذا الباب لو تتدبرون. عامة أنا أتيت بالمساعدة، هو المهم عندي الآن حتى تفهمون، حتى تفهموه. حاطب البلتعة وش قال عندما قال له ما هذا حاطب؟ وش قال؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، ها لا تعجل علي والذي نفسي بيده. قال لا والذي نفسي بيده، إني أعلم أن الله ناصر دينه، أو قال إن الله ناصرك يقينا، يقينا وتعامل باليقين، إني أعلم أن الله ناصرك. وهذا الذي حدث أصلا، مسألة الجبل يسارية وإن كان ضعيفا يدخل في هذا الباب. فمسألة اليقين من الأهمية بمكان مسيس العقيدة هنا في حسن التعامل مع الله. إياك أن ترتاب، إياك أن تسيء الظن بربك لا فعلا، كما قلت كثيرا وسأكررها بالفضل علي من بعض طلبة العلم، وأقول أو يسلم وليه لأعدائه يجعله لقمة سائغة في أفواههم؟ لا والله، إنه يهيئهم يسلمهم له. اليقين لا يزول بالشك، أو تروي الشك لا عبرة به، طبعا لا عبرة به في الشرع، تروي الشك لا عبرة فيه، هذه الحصن المنيع من الوساوس، تروي الشك لا عبرة به. اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة يعني في باصطلاح الفقهاء معناها أن ما ثبت بالدليل القطعي أو الواقع المشاهد بالفطرة والحس وغير ذلك وجودا أو عدما تروي الشك عليه لا يلغيه، كأن تستيقن النجاسة سيأتي بقى كل هذا تفصيل سيأتي، لكن لو أعطيني أعجل لك وأعجل لك يعني المسألة بعد العبادة إذا سلم وشك فعل ما فعلش كل هذا لا عبرة به، كل هذا أنا خلاص انتهت بيقين أنني أتممت الصلاة. فأقول وجودا وعدما أن تقول استيقن النجاسة أو استيقن الطهارة وطرأ عليه شك النجاسة فلا عبرة بهذا الشك، يبقى على الطهارة. يعني اليقين على أمر موجود لا يزول بشك طارئ. ممكن صورها ماشي أحسن الله عليك. توضأ وقام يصلي، توضأ وخرج متوضئا ومستيقن من الوضوء، ثم ذهب يعمل عنده بعض الأعمال فشك هل انتقد وضوئي أخرج ريحا أم لا أجلكم الله. فنقول تروي الشك هنا على اليقين السابق لا يؤثر فيه، هذه معنى القاعدة. إذا معنى القاعدة ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، فالشك الطارئ لا عبرة به شرعا وإن كان له عبرة وجودا، الشك الطارئ لا عبرة به شرعا وإن كان له عبرة وجودا. لذلك نقول العبرة هنا عبرة الشرع. في أحد الدين النظائر الكلمة ديت؟ الجزئية دي جزئية مهمة جدا فقهية، في أحد يعطيني فيها نظائر؟ أقول والعبرة ترو ما ثبت بيقين فترو الشك عليه لا يزيله، يبقى لا عبرة به شرعا وإن كان له عبرة وجودا. في نظائر كثيرة في هذا الباب. لا تنصرف حتى تجد ريحة ماشي، فلا ينفكر إلا بالريحة ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا هل أتى خليل بن الساقين أحمش. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال لولا البين لكان لي، كان هيعملها عبره.
كان هيكون لها عبرة. عند وجود البينة. ماشي يعني يجعل لها عبرة عند عدم وجود البينة. قصة ذو السدية اللي بحث عنه سيدنا علي بن أبي طالب. ده اليقين هو هنا. ده اليقين أن علي بن أبي طالب قال والله سيكون بينهم ورأى. يعني مش هذا يا جماعة الخير. حادثة المغيرة بن شعبة أبو بكر بن نفيع الشرع اعتبر الكلام ولا ما اعتبروش؟ ده وافق ثلاثة وافقوه، واحد بس خالف في إيش؟ إنه لم يرى ده هذا في ذاك، رأى كل شيء. قال رأيت رجع امرأة وسمعت صوتا أرجو أرجو تضطرب. وشوف ده جاب كل شيء لكن لم يرى الذكر في الفرج فقط. فقط خلاص دعك من المعاذير فقط. فالشرع لم يعتبر له عبر، جعل الكلام ايش؟ باطل. كالذي يتجسس على انسان كلامه باطل. كلامه باطل، اللي بيقوله كلامه باطل، لان هو اصلا مقدوح فيه بالتجسس اصلا. والناس لا تفقه هذا شيء، الكبار لا يفقهون ذلك، لا يتعاملون بالشرع، لانه الجهل هو الذي غطاهم فتعاملوا بجهل. فلما تعاملوا بجهل ارتضوا مخالفة الشرع وهم لا يحسبون أنها مخالفة للشرع، ثم يرتبون أحكاما بعد ذلك لنصر الدين. أي دين ينصر بهذه الطريقة؟ لا يمكن بحال من الأحوال. فالمعنى ما ثبت بيقين لا يزول بالشك الطارئ عليه. ما ثبت بيقين لا يزول بالشك الطارئ عليه. والشك لا عبرة به شرعا وإن كان معتبرا وجوبا. قال الفقهاء لفضل هذه القاعدة، أنا قلت من أهم فضل القاعدة وما رأيت أحدا تكلم فيه هو المسيس العقدي للقاعدة. في المسيس الفقهي قال العلماء أغلب الفقه يندرج تحت هذه القاعدة، وفروعها كثير جدا. أصل بقاء ما كان ما على ما كان، واستصحاب الأصل، والقديم يبقى على قدمه، والأصل براءة الذمة. فروع القاعدة كثيرة جدا، سنأخذ بعض الفروع منها في هذا الباب، لكن الغرض المقصود هو الكلام على مسألة القاعدة. قاعدة يقين لازم شق ينزل تحتها كثير من الفروع الفقهية تحت هذه القاعدة اليقين لازم بالشق، بل هي ميزان لضبط عبادات الناس، وميزان لضبط ذمم الناس، وميزان لضبط معاملات الناس. لضبط معاملات الناس هتتعامل مع باليقين، وكل ما طرأ الشك فهو ايش؟ غير معتبر. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك ذلك، قال نهى عن الطرق ليلا. لما انت تعلم بالريا اذا عمل ولي الامر الرعية بريبة افسدهم مش اوشك افسدهم. فهو قال لا تأتي عليها ليلا، كأنك ايه تتلصص وتتجسس عليها ان تقع. انت افسدتها بهذه الطريقة، افسدتها بهذه الطريقة، انت افسدتها في هذا الباب. فحقيقة الامر ان نقول نبقى على اليقين، يبقى الامر على اليقين. طرو الشك لا يفيد. انا سمعت، أنا سجلت، أنا عملت، كل ذلك فساد في فساد. واليقين يبقى، اليقين هو المتحكم في الأمر، فهو ضابط في العقود، ضابط في المعاملات، ضابط في العبادات، وفروع كثيرة جدا تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة. يبقى لنا ذكروا فتوى قريبة أنه يجوز الرجل يتلصص على هاتف امرأتي لأنه هو مسؤول بقوة ما عليها. كلام باطل. أنا متجسس عليه. قوامته يقول له ممكن أراها أمامك أو لا، لكن يتجسس لا، يضع لها السماعة يسمع. هذا خبيث، خسيس الفعل، ما يجوز. انتهى الأمر. مش هيسقط بس بقى تقول طب جيب ثلاثة معاك بقى وبقى حصلني، واللي حصلني كسرني. هي المرأة بقى لما تقول اللي حصلني كسرني يعرف ان انت مش ممكن هتحصل لها بشيء. دي الشيطان نفسه بيبوس ايديها على الألعاب اللي هي ممكن تعملها. لا الشيطان مش بيبوس ايديها بس، ده بيقبل تقبيلا حارا على ما هي فيه من كيد. طبعا، لكن انت لابد يكون الثقة بينك وبينها وتعلم انها امرأة يعني على ما هي عليه من الفضل والادب. هذا هو، وده الدين الشرع يأمرك بذلك. النبي تلصص ولا فعل شيء؟ ها النبي لما جاء الامر قال ماذا افعل؟ علي قال كذا، قال ترسل الجارية، الجارية قالت والله ما أرى إلا أنها كذا وكذا. قال إيش قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبل خلق قراق إن كنت فعلت فاستغفري. والجد برأسي أمرئك الله. بس ده شوف نبل الخلق. قال يا عائشة إن كنت انتهى. يتجسس بعد كذا ما في العمل بهذا الباب. تروي الشك على اليقين لا عبرة به.
تروش كلها فتاوى خط كلها فتاوى ما بتفهمش. خليها بقى بالعربي كلها فتاوى ما بتفهمش. كلها فتاوى ما بتفهمش. اه نعم ما بتفهمش. بقولك فتاوى ما بتفهمش وما يجوز وحرام، لانه ما يفتي الا من عنده اتقان الملكه الفقهيه، والا المساله يعني فيها ما فيها. الغرض المقصود بان هذه القاعده من القواعد الكبرى تندرج تحتها فروع كثيره جدا سياتي في البيان. هياتي بيان المعاملات والقصص والحدود والدماء والاموال، كلها فروع تنزل تحت هذه القاعده. الادله على قاعده القاعده لانه لابد يكون لها مستند. القواعد الكبرى هذه قاعده كبرى لابد يكون لها مستند. وانا ايضا اعجل بالثمره لاخواني الافاضل. القاعده في الكتاب قال الله تعالى: ما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. والظن في هذه الايه ليس الظن الغالب. الظن هنا بمعنى ايش؟ الشك. شك. وما يتبع اكثرهم الا ظنا. الظن هنا معنى الشك. لا يتبع اكثرهم الا شكا. وان الظن لا يغني من الحق عن اليقين شيئا، لا يغني من اليقين شيئا. فاليقين لا يزول ابدا بوجود الشك. مهما ترى الشك فاليقين على ما هو عليه، فاليقين على ما هو عليه. كما ان ترى بان رجل استيقنت انت من عدلته واحسانه وبره واخلاصه، ثم ياتي من يشكك فيه ويقول لك والله انا يعني شممت الرائحه، سرت في على الطريق، رايت كذا، سمعت كذا، هناك مشاكل في كذا. فلزي ده انت اما شيء من اثنين، تهذبه وتؤدبه وتعلمه الديانه الحق، او انك تطرحه فانه لا يساوي فلسا، فلا تعتبر لقوله بشيء من العبره. واما في السنه فكثير. لما جاء الرجل عليه السلام قال: اشكل في بطني لا اجد في نفس الشيء، فقال: لا تنفتل حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. لا تنفتل حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. هو قال يعني انا وين اليقين هنا من الشك؟ فين وجد هذا الحديث؟ وين اليقين من الشك؟ وش هو؟ خلينا نشوف بقى الاخوه بتفهم في الادله ولا لا. فهمتم الدليل؟ اعيده مره ثانيه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله انا في الصلاه فاجد ايش؟ الشيء في بطني يعتمل، يعني ما ادري اخرج ريح اجلكم الله ام لا. قال: لا تنفتح حتى تسمع صوته وتجد ريح. انا اريد فين التقعيد، فين اصلا مساله اليقين في الباب؟ اين هي؟ انا اريد ايدي مرفوعه مش يد مرفوعه، ايدي مرفوعه. تعرفون هذا التمرس العملي اصلا؟ ما ادري ماذا افعل. ها عشان تخليني مرفوعه دي. يا رب يرضى عنك يحفظك يا رب، وانا معك والله. ها هشام طيب. فين بقى اليقين على الطهاره؟ فين هو؟ لا فين اليقين على الطهاره؟ فين اليقين على الطهاره؟ اه عملوا كده، كله عمل كده. فين اليقين؟ انا ببحث دلوقتي. اردت انت طالب علم، وانت الان طالب علم تاخذ قاعده كليه من هذه القواعد وبنستدل عليها، بد تفقه كيف تستدل عليها اصلا. ده العلم اصاله. مش تيجي انت ببغاء افتح زنبلك. وقاعده اليقين لا يزول بالشك، والدليل فيها ان النبي جاءه الرجل وقال: ممتاز، اقفل يا ابن المفتاح، اغلق المفتاح. هات يا كريم. اليقين شغل ان هو في صلاه، واذا كان في صلاه فعلى اليقين ان هو ايه يا ابني ده؟ ايه حي هلم بالمنوفيه كلها حاجه مستمره. ده بيقول دي حاجه بسيطه، ده عندي كتير. وده صحيح. عندما اقول لك فين اليقين؟ اليقين انه لما قال له انا في صلاة، اذا على يقين انه لا يصلي الا بايه؟ بطهار. وايش الادله على ذلك يا شطار؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخر الايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يبقى هو على يقين من الطهارة مش على يقين؟ لانه في صلاة. انا عرفت منه على يقين لانه في صلاة. ودي شوية عند المنوفية، ده معنى كده عندهم بحر ايش؟ متلاطم الامواج. الله اكبر. رجل الله. ما قلت لك دائرة هنا مش دائرة هنا، أنت هنا مالكش لعب هنا، أنت هنا. يعني هنا لا، هنا ما فيش. هنا لا. لا لا. طيب. وأيضا من ذلك أحاديث عبد الله بن زيد المتفق عليه من البخاري ومسلم. أصله لا ينفتر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقلنا أن هذا على التمثيل مش على الحصر. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فجاء الشيطان، يعني وسوس له، فلم يدري ثلاثا صلى ام اربع. قال: فلا يطرح الشك. الشاهد من الحديث قال: فلا يطرح الشك وليبني على اليقين. يبني على اليقين دي ايضا فيها مساله غلب الظن على مقال الحنابله، لكن حقيقه الامر قال: فليبني على ما استيقن. الروايه الاخرى اثبتت. وش اليقين؟ فين اليقين هنا؟ على الاقل. اليقين هنا على الاقل مش قرينه، قرينه دي عند الحنابله.
اليقين هو الأقل، فليبني على ما استيقني وعلى الأقل. هو بيقول أنا ما أدري صليت ثلاثة أم أربعة، إيه المشكوك فيه؟ وإيش المشكوك فيه؟ ها الرابع خلاص صليت ثلاثة أم أربعة، أنا يقين إن أنا مصلي كم؟ الشك ورد فين؟ طبق القاعدة، يقين في الثالثة، طرأ الشك في الرابعة، تروى الشك لا عبرة به شرعا، تروى الشك لا عبرة به. يبقى إذن أنت صلاتك هتعمل إيه؟ تقول وأنا شككت قمت للرابعة أم لا، شككت أنا سجدت أم لا، شككت أنا توضأت أم لا، تشهدت أم لا. قل ما توضأ ما سجدت، ما قرأت، ما جلست، فتقرأ وتسجد وتتم صلاتك بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطرح الشك وخليك فين؟ وعليك باليقين. اطرح الشك، تروى الشك لا عبرة به شرعا، تروى الشك لا عبرة به شرعا. ومن ذلك أيضا في شيء، تفضل شيء، تعال تفضل تفضل حبيبي تفضل. الإخوة ممكن يحتمل بعضنا بعضا، ممكن كراسي تكون لو أمكن نفتح الأوضة مرة ثانية. بعد إذن حضرتك تفضل. حد يفتح الأوضة يا جماعة ونخش الناس واقفة على السرير. افسحوا لإخوانكم طيب رضي الله عنكم، وإحنا نعتذر لإخواننا، نعتذر لكم والله، نعتذر لإخواننا ونعتذر لكم على ضيق المكان، ونعتذر لكم على الحر، مع أنه ما فيش حر، دي الأنفاس الطيبة هي اللي عملت كده، أنا نفسي مش مستطيع، لكن هو مع أني بقى أنا ببرد بسرعة، مسميني الشيخ البردان يعني فسامحونا. أنا أعتذر لكم. لو أمكننا أن نحمل نعالكم فوق رأسي أنا لفعلت ورب العزة، ربي لفعلت ذلك، ومثلكم يفعل معه ذلك. رضي الله عنكم حبيبي، رضي الله عنك، تفضل، أحسن الله لك. إذا مستند القاعدة في الأدلة من الكتاب والسنة وأيضا من النظر، لكن أنا أريد أسألكم، أتيكم بدليل قولوا لي هو مستند القاعدة أم لا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن فلانة زعمت أنها أرضعتني وزوجتي، قال خليك عنها طلقها، فقال إنها زعمت، قال وكيف وقد قيل؟ هل يكون هذا الدليل مستند لهذه القاعدة أم لا؟ ما أنت لا كده أعطونا بقى بما عندكم الآن. أنا الآن دعك من التبرير والإجابة، أنا أريد منك أن تقول هو دليل مستند للقاعدة أم لا بالتفصيل. إحنا أتينا بالأدلة من الكتاب والسنة في هذا الباب، نريد هذا الحديث. ليس هناك قل لي هو مستند للقاعدة أم لا. خلينا مع المخرج الأول الأستاذ الكبير الرائع المائع قصدي اللامع، ننظر معه. اليقين شيخنا إن في واحد ان هي رضعته، اليقين ان هي رضعته تمام، وشككنا هل رضعت مراته ولا لا، واليقين لازم نشك. إذا شوف لما اخترع المخرج ماذا يفعل، شوف لما اخترع المخرج راجع ثاني فيها. الآن أنا سؤالي واضح، هل سؤال يسير أم ليس بيسير؟ سؤال يسير، ماذا أقول؟ أقول هل هو دليل للقاعدة ولا لا؟ بس هو ده الكلام. الله يحفظكم يا رب، الله يجزيكم كل خير. خلي بالك جهاد هذا من أروع طلبة العلم يا ماجد، بيوافقك في القول لكن أتى بها بطريقة أخرى، قال هو يعني هو مستند لأنه لم يأمره بفراقها إلا بيقين الرضاع، فيكون في رضاع لكن هي أرضعته هو ولا لا، يعني على قولك. شوف يعني توافق الخواطر بين الصلحاء والفضلاء والنبلاء. بعد الأذان نجيب هذا الأذان. والله التفصيل في الحديث مهم جدا، يبقى كده استوعب القاعدة من فصل في الحديث. يا دكتور ليس بدليل لا ايه؟ طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وما اخذ بزعمها انها ارضعته. طيب
قال ليس بدليل، والوجه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجزم. قال كيف وقتل لم يجزم؟ أنت كده بقى تحتاج إلى تفصيل يا أستاذ. قال إنها كذبة لم ينكر عليه. ده بيقول جهاد، بيقول أعمل النبي اليقين وطرح الشك، وذلك بأنه لم يأمره بفراقه فقال دعك منه، هو أمره لكن مش أمر وجوب. ماشي، هو حسب الأصل، يقول الأصل الأبضاع الحرمة يبقى هنا اليقين. نسمع أسئلة الإجابة. الأصل في الأبضاع الحرمة يبقى هنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا الأصل حرمة، أصل حرمة هذه المرأة، وأتى هذا معددا لهذا الأصل. ماشي، كلام جيد. أما لو كنا الأصل في النكاح الحل، عقد النكاح نفسه الحل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هو لما يقول له فارقها في هذا الباب. ماشي إبراهيم، ليس بدليل. ماشي، لأن هنا هو حكم بيقين يا زوجته، وجاء القول القول حد ذاته يقين، وإن كانت هي وإن كانت سمية زعم دي شيء هي تتحسب عليه. طيب، المسألة كلها كده عواطف، مش عواطف مدرسة الإنجليزي ألورة، لا عواطف العلم. تفضل. هو الأصل عندنا أربع عواطف بتاع التاريخ. نعم، الأصل مثلا عدم الرضا. هو بصوا المسألة هيقال فيها، اسمعوني أنا أريد، هو مستند للقاعدة أم لا؟ ما هي القاعدة؟ طرو الشك على اليقين لا عبرة به إيش؟ شرعا، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ اليقين أنها لم ترضع، اليقين أنها لم ترضع، ده الأصل. شوف فروع القاعدة تفيدك، اليقين أنها لم ترضع. طيب، فهنا وقال له زعمت أنها أرضعت، فده طرو شك. فيبقى التفصيل بقى، هي مستند ولا مش مستند على إيش؟ على طرو الشك، اعتبره النبي يقينا أم لم يعتبره؟ على تفصيل. قال حاملة قال اعتبره يقينا، لذلك أمره بالفراق. فلما اعتبره يقينا حقق القاعدة التي نتكلم فيها، وهي أن اليقين لا يزول إلا بيقين. عشان تفهمها، أذكر عشان تفهمها. فحقق اليقين، اليقين يزول بيقين، يقين أنها لم تردع، فيقين أنها قالت أنها لما قالت أرضعت جعله يقينا، خلاص رتب الحكم عليها فارقها. فهمتم؟ يا لهوي. طب نعيد كيف شغبة؟ اسمعني، بسينة وزيد وهنيدة، الآن هل نقول اليقين أن هنيدة رضعت بسينة وزيد؟ بسيبه بقى هو اللي جاوب بالله عشان يبقى فاهم. يبقى ما فيش يقين، يبقى اليقين أن هي ما رضعتش. لا إله إلا الله. امشي معي واحدة واحدة يا أستاذ الوايدة. بابا تورة تورة بابا هندي عشان نفهم، خليك هندي معي فتفهم. خلاص، هو مع انه مدرس اللغه العربيه. طيب الان انا اقول لك، اليقين انها ارضعت ولا اليقين انها لم ترضع؟ بس قف، يبقى انا عندي يقين انها لم ترضع. ده شك مولانا، ده شك وده شك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ازاي بس؟ الله يهديك. اليقين انها لم ترضع، ده هو لو اليقين انها تردع وجت قالت له ذلك لصدق وترك ومشي وانتهى، ما رجعش ولا سأل. طب اليقين عندها ان هي ارضعت؟ يا عم سيب عندها، بص ايدك عشان تفهم المسألة. انت طاح سن. طب افهم بقى المسألة الان. المرأة دي صحابية ولا مش صحابية؟ ولا هسكت انا، هسكت. المرأة دي صحابية؟ صحابية مش صحابية، ايه اللي فيها؟ مش هيأثر في القول، لا يؤثر في الحكم. هي بتقول انا ارضعتك وارضعت الست، ليه تكذب؟ لا، ايه اللي خلاها تغطي البئر؟ ما الذي جعلها تغطي البئر فيقع البط ما لا تغطي البئر فيقع البط في البئر؟ انا تفهم اكتر من كده؟ اجداء النساء كرموز بقى العداء. ايه اللي جاب عينه قدام الشومه؟ ايه اللي خلى عينه تيجي قدام العصايه تتضرب؟ هو اللي غلطان، نرفع عليه قضيه في كده. يا رجل اسمع بس، الله دي جاءت تزعم، نقول الأصل أنها أرضعت ولا الأصل أنها ما أرضعت؟ ها الأصل إيه؟ ظاهر جدا يا أشرف. هو بيقول كده، هي بتقول غلط، هنعرف فيها. يا ابن الحلال، هي الآن، طب خلاص سيبوها، سيبوها. هي لما تقول ذلك مدعية ولا مش مدعية؟ هو بيقول إن هي مدعية. هي بتقول أنا مدعية. أنت كده هتقتلني يا أشرف، ما ينفعش.
أشرف تزوج الثانية والله أنا صادق في النصيحة تزوج لأنه كثرة الزواج بتعطي كثرة الفهم. والله الحمد لله فهمتها ولا لا؟ والله انا مش عارف السبب. هي السيده دلوقتي بتقول انا ارضعت الرجل ده والست مراته دي وهو بيقول دي كاذبه يا رسول الله. مش كاذبه يا شيخ اسمعني بس. عندنا ادعاءان وما في بينه. الله اعطانا ميزان نفهم بقى. لو ما فيش بينه ازاي نحل الاشكال؟ وهيتساب كده؟ هي الشريعه سابت حاجه؟ الشريعه لم تترك شيئا. هنا الان هي بتدعي ان هي ارضعت، الاصل ان هي ما ارضعتش. بتدعي ان هي ارضعت. معلش عرفت منين حضرتك الاصل ان هي لا لا سيبني امي لا مش امي زوجتي معي في البيت طرق الطارق دخل خالتي انت فين يا خالتي وبست ايديها وبست ايديها وجلست قالت ايه ده مين مش دي بنت عم السيد الطيب اه مش انا رضعتكم انتوا الاثنين رضعتينا وانا شفتك اصلا ده انا شفتك في الصور قبل كده فاهم ازاي يعني انا بعمل ايه بقول لها انت مدعيه لو صعب هو ده يبقى اذا مفيش قرينه وبعدين دي متهم لكن السيده دي يعني خالتي متهمه وما انا متهمه انا كمان الراجل ده متهم لكن احنا بنتكلم على صحابيه اشرف انا ساكت معاك عشان تفهمها بالله اسكت في عداله للصحابيات يا ابني دي مالها عداله ويهم عمر وهمه ابو بكر وهمه عثمان وهمه علي وهمه ما سمعت الشيء. أنا عارف المرأة كانت سائمة فلم يعطيها فكادت له. في بعض الروايات لكن حقيقة الأمر النبي قال له كان كيف وقد قيل. لا هو النبي قال فكيف وقد قيل للتورع. المهم أنت فاهم اللي أنا بقوله الأصل إيش؟ الأصل عدم الرضاعة. طيب طرأ هنا بقى يبقى اليقين عندي عدم الرضاعة. طرأ الشك بالرضاعة. لذلك النبي ما قال كيف وزعم قال كيف وقد قيل أشوف تشكيكه كيف وقد قيل من حملها على اللزوم قال يقين أزال يقين من حملها على اللزوم وجوب قال إذن يقين أزال يقين لأن اليقين أنها لم تردع فلما قالت صار يقين إيش الرضاع فأزال اليقين لذلك وجب الفراق نعم يعني وجب الفراق هنا وده قول الحنابلة قول الجمهور وهو الأسد وهو الأصح لما قال له كيف وقد قيل كانت من باب التورع لا من باب الإلزام لأن ده طرو شك ما تفهم بقى أشرف حتى هتغضبني لا إله إلا الله ماذا أقول يا أخي دعك من هذا المهم إحنا نحقق المسألة ونخرج منها الله يهديك يا عمي وبعدين أنت بقى أوقف البيوت كيفما شئت فنقول يا مسألة خلاص حسب مادة سيدة الرئة كان من التورع هو الآن التورع لكن ده ليس ملزما ليس بملزم فلما الجمهور حملوها على أنه إيه طرو شك وعضدوا الكلام أنه أيضا لم يسألها كم رضع رضعتين مرة رضع رضعتين ثلاثة خمسة لأنه رضعت خمسة يا محرم بحديث عائشة المؤكد بذلك نعم فإذا يبقى طرو صار طرو الشك على اليقين لا يزيل فمن قال بأنها ليست بيقين قال مستند ومن قال بيقين قال شك قال ليس بمستند فهمت هذا تفصيل الكلام في هذا ليه راح اسالهم بالله في اسئله بتجيلي بتعجبني والله هم لانه لما قال لهم سلم فارقها قالوا هذا امر وظهر امر الوجوب خلاص فهمت مع ان الحنابلة نفسهم بيقولوا ان الرضاع المحرم هو كم خمسة غرام مش بعت فهمت؟ في ورق طيب في شنطة أمي شيء. هو سهل لا مسأله مسألش. وده هو يعتبر بقى لمين؟ يعتبر ها؟ لا ده يعتبر ده مسألة فوق ذلك يعتبر المسألة. المسألة فيها كما قلت. إما طرو شك أو طرو يقين وده على الحمل من الناحيتين لكن الحنابلة قلت لك حتى يقولون بأنه خمس رضعات مشبعات لكن هذه على حسب مادة وسد الذريعة طيب احنا ممكن نقول الفروع المتفرعة على هذه القاعدة وهي مهمة جدا صراحة وأنا عندي فروع كثيرة جدا لكن أنا سأنتقي منها الأسهل أم لا الأسهل أم لا
طب ده اصعب. خلينا بنسال عشان طاف فشك طاف سبعا او ستا فهذا يبني على اليقين وجوبا فيقول سته ويطوف السابعه. لو فر عليها في يوم النحل وكان مع الناس ثم بات فاستيقظ فجر اليوم الحادي عشر استيقظ وافطر وارتاح نفسا يفكر فيما عليه من النسك فشك هل طاف ام لا. طاف الافاضه وكان مع الناس هو مع الناس في يوم النحل وشك ان طاف ام لا. لا سيما انه ايضا كان ذهب المسجد الحرام ايضا. ما هنا بقى شوف ها مين ما انا الان انا اريد ارى هذه المساله طرحها مهم جدا. شك طاف ام لم يطف ماذا نفعل؟ طبق فيه القاعده دي. انت فقيه الان وعندك قواعد علميه. من شك هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل. ممتاز. يبقى خذها على القاعده بقى. خذها على القاعده. الاصل انه لم يطف. قل لي اليقين انه لم يطف. اليقين انه لم يطف وطرو الشك بالطوافي لا يزيل اليقين. يبقى اذا نقول له انت لم تطف. هذا الاصل لم تطف فعليك الطواف. طبعا دي بقى ده ذبح مؤصل في هذا. لكن ده الصحيح في هذا الباب. ايضا هناك مسائل اخرى. على مدار الاحكام باسرها غاب من بلده ولا يعرف خبره هو حي ام ميت. فنجري عليه احكام الاحياء ام نجري عليه احكام الاموات؟ فماذا نفعل؟ كيف نحكم عليه؟ خرج مسافرا ما فيش خطاب ما فيش هاتف ما فيش جواب ما فيش معلوميه بيعمل فين؟ من الذي معه؟ نجري عليه احكام الاحياء ام احكام الاموات؟ نورث ولا ما نورث؟ المرأة طبعا يعني تعبانة تريد تتزوج، تتزوج أو لا تتزوج؟ هذه مسألة مرتبة على هذا التقييد العام في هذا الباب. ما احنا ما لنا بذلك، عايزين نطبق بقى القاعدة، أهم حاجة القاعدة هنا. دكتور نجعل عليها أحكام الأحياء. ما فيش هاتف، ما فيش خبر، ما فيش كلام، ما فيش عمل، يعني مع ان الموت موت الفجأة في اخر الزمان في زماننا هذا موجود. اترك مدة اللي بيها نتائج. طب دي معناها ايه بقى تترك مدة يا شيخ؟ فين القاعدة اللي طبقتها هنا؟ فين القاعدة اللي تطبقها الان هنا يا شيخ هشام؟ ما تقول لي اترك مدة. اصبر بقى، مش كل واحد بيرفع ايده واحنا بنتكلم. لما نخلص الكلام ارفع ايده. الكلمة دي كلمة نحط القاعدة. نتيقن انه مات وشبع موت. هو حتى كلامك مش يقين. شوف يا حاج محمد غير مش يقين بالكلام. مش يقين يعني انزل غلب للظن مش قصدي كده. استنى 4 سنوات. نعم الحقيقه في الامر نقول اليقين ماشي محمد. اليقين انه بقنا على اليقين كما قال الدكتور الشيخ محمد. اليقين انه على الحياه صحيح. طيب ماذا نفعل فيما انهم قالوا بعد 5 سنوات انه نحكم له بالموت؟ المفقود عمر بن الخطاب حكم بذلك صحيح ولا لا؟ اسمعني بس، مش عمر بن الخطاب حكم بذلك؟ وايضا قالوا اذا وجدنا يعني القرائن المحتفه ممكن نحكم بها، ان هو يكون في سوريا، ان يكون ما بين الدبابات والطائرات، يبقى فاهم البيوت مهدمه، واحد بقى عايش في سفينه الفضاء الارضيه، يعني البيوت كلها مايله وكلها صفايح والسيول نزلت، وبعدين عمالين نبحث عن رجل ما وجدناهوش، والصفايح مايله في الارض. ماشي، دي قرائن مش قرائن. فنقول لا ده مات. تحكمه مات ولا ما تحكموش مات؟ ها هنا الان بقى تعالى. لا تعالى بقى هنا، هذه مساله تمحيص نظر. اولا في المفقود الاصل بقاء الحي على ما عليه، اصل نوع حي حتى ياتينا الخبر بانه مات. العلماء قالوا بقى للضرر ينزلون غلبه الدين، بقى اللي اتكلمنا عليها في الغسل، ينزلون غلبه الظن منزله اليقين. ليه حكموا 5 سنين؟ قالوا غلبة الظن 5 سنين ما فيش خطاب ما فيش جواب ما فيش اتصال
ما فيش حد يتكلم عنهم، ما فيش إذاعة نشرة أخبار، ما فيش ما فيش، والبلد كمان اللي فيها ضاقت وحصل فيها زلازل وحصل فيها إعصارات، لا كده دي قرائن تثبت أنه إيه مات. ده مش يقين، ده مش يقين، ده اسمه غلب الظن. إيش غلب الظن؟ أنزلناه من زيت اليقين. في هذا الباب لابد أن تفهم، بس اسمعوا بالله، لأن كده كده والله هتعملكم الفائدة. الأصل في التقعيد عشان نبين أن هي أغلبية ليست كلية، فيكون هنا إزالة اليقين لا يكون إلا بيقين، وفي بعض الأحوال تكون إيش بغلبة الظن وينزل زيت اليقين. على أيضا هناك كما سيأتي إن شاء الله في الغد بعد الفروع مستثنيات من القاعدة لا يعمل باليقين فيها. لما؟ لعيوم مقاصد الشريعة، لعيوم مقاصد الشريعة، لأنه سيكون العمل باليقين فيه مفسدة، مفسدة أعظم من المفسدة تكون بالعمل بالظن أو بغلبة أو بغلبة الظن. فيكون هنا تحكم في الباب عيوم مقاصد الشريعة، وسنبين عند المستثنيات، لأن المستثنيات مهمة جدا. المستثنيات هي عندي الاستثناء معيار العموم، المستثنيات هي ضابط القاعدة، المستثنيات هي ضابط القاعدة، ودي نأتيها إن شاء الله بعد الفروع التي نأخذها. نعم شيخ، تحديد المدة، المدة دي كان لزمان معين وكان بغلبة الظن. احنا ممكن نقول بقى الآن بالقرائن، لما انت تودهولي في مكان كله ضرب نار وكله فخلاص، ده انت من يومين هتقوله مات، مات وانتهى. القرائن المحتفل والإعمال هم يقولون من السنن الكونية. يا أخي الله ديك، لو واحد عنده 140 سنة وغب أسبوع، ده إيه؟ إيه غلبة الظن فيه إيه؟ نقول لسه في مقتبل العمر، ده عايش صح ولا لا؟ ده ميت من 40 سنة، ده هو ميت أصلا ماشي على الأرض كرامة، ده ميت من 40 سنة صح، وده اللي بيقال. فهمت؟ القرائن في الأربع سنوات بتاعت الأربع أو خمس، في الحالتين جعلوها إيش؟ مش استنبه، جعلها قرينة على أنه يغلب على الظن أنه هو إيه؟ مات، والخبر انقطع في كل هذا الباب. أيضا من ذلك مس الخنسة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة إجابتها فقهيا على القاعدة. فأدرس أستاذ علي، أستاذ منصورة، أستاذ فرنساوي، بس بيكتب ما بيجعب حاجة، خليك في الفرنسا. ها تفضل، ولو جاوبت غلط حقومك طول المحاضرة إن شاء الله. ومبقف إياك أراك قائما، فضل اللي وراه عشان هيكون معه، ولا بلاش بلاش. وبعدين سيوس ايش يا شيخ؟ قال هم انزلوا الخنسة اصلا منزله، لا هو كلامه صحيح بس خايف، هو خايف. شوف اليقين انه على طهارة، فلما مس الخنسة نقول الخنثى ذكر ام انثى؟ مش معروف خنثى، لا سيما الخنثى الايش المشكل، وما اكثر المخانيث المشكله. فهنا يبقى اذا هي الان عند المسيس يقول انا على طهاره، والمسيس هنا اذا مسست الانثى او الخنثى فاهمني انا انتقد وضوء ولا ما انتقد وضوء ايه؟ اذا قال الشافعي بان المسيس لل طبعا هو مس البشرة، فاهم؟ عشان تفهموا المسيس للبشر، فإذا مس مش مس ذكر عشان تتخيل، مس بشر، فالمسيس هنا ينقض الوضوء عند الشافعية. طيب فهو الآن لا يعرف هو خنثى أم إيش؟ أم ذكر؟ الخنثى لا يعرف أنه أنثى أم ذكر؟ فده هنا الآن على يقين وطرأ عليه إيش؟ وطرو الشك لا ينقض، لا ينقض الوضوء. وهذه تحقيق قاعدة في هذا الباب، فطرو الشك لا عبرة به شرعا. ممتاز. هنا يقول الآن أنا بشك هو ذكر أم أنثى، ولو أنثى ينتقد الوضوء. طب ما أنا عندي الآن حاضر وإيش؟ حاضر ومبيح، والقاعدة العامة تقديم الحاضر على المبيح، ده الشافعية يطبقون هذه القاعدة، تقديم الحاضر على المبيح للتحوط للعبادة، لا للتحوط للعبادة مش وجوب، أنا أقول للتحوط للعبادة يقدم الحاضر على إيش؟ على المبيح، أقدم الحاضر على المبيح. نقول له الآن تعارض لك أصلا، أصل
أصل يوافق مقاصد أصول الشريعة مقاصد الشريعة، وأصل يخالف مقاصد الشريعة أصول الشريعة. فالترجيح هنا ما وافق مقاصد مقصد الشرع يقدم على ما فارق مقصد الشرع. وإيه مقصد الشرع هنا؟ التيسير على عباد الله. هقول احتياط على خلاف التيسير في هذا الباب، وأنا عندي ده يقين، فلما أزيله؟ قال لأتحوط. قلنا التحوط إذا جر للمشقة فلا يعمل به. فيبقى عند المنازعة تأصيل الشرع يقدم والتأصيل على التيسير، تأصيل الشرع يقدم والتأصيل على التيسير. نعم. يعني هذا مخرج للأحناف ولكنه ليس صحيح. وفي كده مرينا حقيقة في حد يشكل فعلا هو ذكر ونسى. في ما لو قال مقصد الشريعة في العبادات الاحتياط ما قلت لك إذا كان قائما ويستطيع بدوار أو يستند على كتف أحد أو كرسي إن هو يقف لقلنا به ذلك. قال لا، النبي جحش يتفخذه. جماعة لما ينتهي الشرح بعد نتكلم، مش عايز حد يكلم خالص. إذا جحد اتفاخذه وجلس وصال جالسة وقال البواسير، وما قالوش بقى طب الدماء بتنزل ما بتنزلش، طب لما بتقوم بتشعر بتعب ولا لا، قال له صلي قاعدة. فالمسألة لا، الأصل هذا يغلب في هذا الباب، لأن دي روح الشريعة، اسمها روح الشريعة في هذا الباب. حتى في العقود أيضا إذا ثبت العقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه أيضا القاعدة تتحكم في هذا الباب. زيد وعمر اشترى طال السيارة عن ابني، قال بعتها، قال اشتريتها، فحصل بينهما ايش؟ حصل بينهما الرضا والركون. وقال له بعت، والثاني قال قبلت اشتريت، فحصل البيع. بعدها بأيام قال له يعني انا اريد سيارة اخرى، قال لما انت اشتريت؟ قال لا ما اشتريت. قال لا انا فسخت العقد بيني وبينك. لما اقول فسخت العقد بيني وبينك هنا تعالى بقى معناها خلاص انت تسقط خالص وتنطقش. اذا قال فسخت العقد بيني وبينك ايش معناها هنا؟ لا الاخوه لنا الجانب البحر الهادئ، هنا البحر الهادئ اسمه البحر الميت ولا مش في ميت بس هو البحر الهادئ. ها لما قال له فسخت العقد بيني وبينك، يقول له يا رجل انت اشتريت، قال انا فسخت، ده معناه ايش؟ ها ممتاز، هو اقر بالبيع وطرى عليه انه ادعى ايش؟ يبقى الاثنان قد اقر بايه؟ بالبيع. صحيح الاثنان اقر باتمام العقد فصار ده ايه؟ يقينا. وجاء الثاني فادعى الفسخ فكان طارئا وطرو. طبق القاعده، طبق يا استاذ. فطرو الشك ها لا يزيل اليقين. وش اليقين يا شطار؟ البيع تم. وش الشك؟ الفسخ. يبقى اذا يبقى لي. شوف كده تطبيق القاعده سهل يسير جدا معكم بفضل الله تعالى. ايضا من ذلك اذا جاء زيد. نعم، مساله الحظر والمبيح في مساله نسخ الخنثى، ممكن نقول تقديم الحظر على المبيح اذا استوى الحظر مع المبيح في الحق في الصوره ماشي، لانه يعني تقول استويا بلا مرجح. احنا قلنا في مساله القاعده المرجح موجود المقصد، وانا مع مرجح الطهاره الصلاة. فهنا مش مسألة، لا المرجح هنا مسألة تأصيل الشرع المقصد. أنا عندي يقين في إيش؟ في الطهارة. جالي تروي الشك في النجاسة، نقول له طب ما تروي الشك كده الحاضر مع المبيح. أنت قلت من الترجيح أنهما لم يستوي، هذا يقين وهذا إيه؟ وهذا شك. صحيح، لكن هو بيرد عليك بيقول لك والأصل في ذلك إعمال الغلبة من أجل التحوط. أقول له تعالى بقى العلة التي تعللت بها لتقوي جانبك مهدورة عندي في إيه؟ في المقصد. أنت فهمت؟ هو بيقوي جانب عدم الاستواء بين الحظر والمبيح بإيه؟ بالتأصيل العام، وهو التحوط في العبادات. فأنا رديت عليه بالمقصد الأسمى، مقصد الشريعة والتيسير على عباد الله، وإلا سأشق عليه. المقصد يعني هو استدل بمعنى وأنا استدلت بمعنى، فإحنا كده ما استوتوش. هنرجع على اصلنا على طهاره ماشي. وطرو النجاسه، هو بيقول طب الحيطه اين الحيطه؟ فهمت؟ فلما تعلل بعله جبنا له، قلنا له العله بالنسبه للمقصد عله عليله لا تطبق.
كده فهمت؟ ممتاز. ان هذه لا تتاتى على مساله تعرض لحاضر وعنده. لا تتاتى. تتاتى هو بيقول لا تتاتى على عدم الاستواء، ان ده يقين ده شك. تتاتى والا ما هو بقى بيقول لا يا عم كده انت بتقول كده. ايه؟ هو قال نعم وبعد كده قال لا. ما قال لا. انا فاهم ان الحاضر يكون معنوي، مفيش مرجح، المرجح ان انا على طهاره. بيقوي جانب. طب اقعد ساكت خلاص، اقعد ساكت. طرو الشك يلغى، احفظ دي. طرو الشك لا عبره به شرعا. اما في هذا التقصير العام انه عند تعارض الحاضر والمبيح حتى في الشك، انت رايت لما يكون فاتته صلاه في السفر وصلاه في الحاضر هيعمل ايه؟ يصليها ايش؟ هي في حقه كانت ايش؟ ها؟ ولما يقضيها بقى في الشفاعه في غيره يصليها ايش؟ تمام؟ للتغليب في هذا الباب، فاهم؟ للحيطه في العبادات. اذا قال زيد اقرضتك 100 بعير، قال عمرو اقرضتني 50 وسددتها لك، طبقوا القاعده. قال زيد أقرضتك 100 بعير، قال أقرضتني 50 وسددتها لك. يعني هو يقول له أقرضتك 100 بعير فأتني بالمئة بعير، تفضل. الآن ممتاز، فصل المسألة. نقول هذه المسألة عشان نطبق فيها القاعدة فيها تفصيل. وش التفصيل؟ التفصيل قد اتفق على 50، اتفق على 50، فلما اتفق على 50 صارت إيش؟ صار يقينا في 50، صحيح؟ والخمسين ولا اصبر بس، صار اخيرا في الخمسين، ترددت ولا ما ترددتش؟ ايش؟ همهمة الفصل بقى. الان اليقين ان هناك قرض بخمسين، والشك فين؟ تروح الشك فين؟ في المئة، تتمة المئة. فانا اقول له نعم الان هات بينة، ما فيش بينة، يرجع الى اليقين. يبقى اذا الكلام لك علي 50. اتردت ولا ما ترددتش؟ ده السؤال هو الثاني. ها ازاي؟ هو الاسنان اتفقوا اتفقوا انه ب 50 وقالوا انا سددتها لك، هو اللي هو المقترض. لا ها ها طبقوها في القاعده يا اخوه، وانا بسال فتوى لتاتيني بالجواب. انا بسال طالب علم فاهم القاعده فبيطبقها صحيحه. ممتاز، هو ده اللي بنقول فيه. نقول الان وطبعا والقرينة على ذلك ايه؟ انه انكر. قال المطالبه هو بيقول انا عندي 100، هات ال 100 اديني 100، قالوا لا ده هم 50 اصلا، فاتفقوا عليه على 50 وقال انا اعطيتك ال 50. يبقى اذا اولا ال 50 صارت يقين، وال 50 الثانيه مشكوك فيها، تروه الشك لا يعمل به. الامر الثاني هو بيقول له ائتني، قال له ايه؟ لا انا سددت لك. قلنا الاصل لك ان تسد، والقرينة على ذلك ايه؟ المطالبه. فالقرينة على المطالبه هنا يبقى طرو الشك في السداد لا عبره به شرعا، طرو الشك في السداد لا عبره به. ولذلك ليه الشرع طلب منه يبينها؟ عشان يكون بقي، عشان الشك يطلع يرتقي الى ايه؟ الى اليقين. عشان الشك يرتقي الى اليقين. طب اللي مش فاهم يرفع ايده، ما رفعوش ايديهم. طيب نقول التطبيق العملي افضل شيء للفهم هما منوفي. خلي بالكوا المنوفي ده مشكلته، لان احنا لو قلنا له لك على فلان 100 دينار هيلزمه الى حياته، مش هيسيبه، لا ده ما بيسيبش اي حاجه له، فاهمين؟ ماشي، شفتوا بيقول لنا سيب الفات مؤلفه، انا فنجري. ادي المنوفي ممكن يا عمر بعد اذنك. ممكن محدش يتكلم يا اخوان، عايزين موبايلين. سيب الموبايلات دي بتتسجل، طب ليه نأذيهم؟ موبايل تاني خليه معاك، ادهوله يا عم، ادهوله. ماشي، الآن بيمينك. هنا الرجل قال له أعطيتك هاتفين. هما كده هاتفين، عايزين هاتف واحد صح؟ أعطيتك هاتفين، طيب فردهما علي. قل له أقرضتك ردهما. بص ردهما، مش ده دخل في ايه؟ أهم حاجة هات ردهما. قل أقرضتك هاتفين فردهما علي. ما أعطيتني إلا هاتف. ممتاز، ف
فقلنا الان ان الاثنين دلوقتي اهو الان عندنا في منازعه. واحد بيقول له انا اعطيتك ايش؟ والثاني قال واحد. يبقى الاثنين في جانب اتفقوا عليه. ايه هو؟ مش عايز حد مننا يتكلم خالص لينا. اتفقوا على ايه؟ لا بصوتكم اتفقوا عليه على هاتف واحد. او الاتفاق على هاتف واحد ده اسمه يقين اهو الان، اللي هو اليقين الاقل. اتفقوا على هاتف واحد لهم عليه، ماشي. هو بيقول له رد علي الهاتفين. انا الاستاذ ماذا قال؟ ما اعطيتني الهاتف، ما اعطيتني الهاتف ورددته عليك. ورددته عليك. يبقى هنا اول شيء في اليقين المدعي بالهاتفين قلنا هذا شك، ونستيقن لان الاتفاق بينكما الاخر هذا اخر والمفترض على هاتف، صح كده. وقال له انا رددته عليك، صحيح. تعال اعمال القاعده. اعمال القاعده المطالبه ستكون بهاتف ولا هاتفين؟ انتم قولوا بهاتف ولا هاتف. ليه؟ ليه؟ لان الاول مستيقن والثاني مشكوك فيه، وتروي الشك ايش؟ يطرح. مفهوم؟ لا عبره طبيعي شرعا، ممتاز. فقال له اعطني اياه، فالثاني قال له رددته. تعال بقى ننظر اليقين الرد ها او عدم الرد. عدم الرد، لانه اصل الاصل بقى تذمك. اليقين انه لم يرد، لان مطالبه والقرينه مطالبه صاحب الهاتف. فلما قال له انا رددت عليك، قلنا له كلامك شك. ها لا بد تجيب شك، والاصل انك لم ترد، فانك الاصل انك لم ترد. يبقى اذا هنا تروي الشك هنا لا عبره به، والاصل انه لم يرد، فعليه الرد. كده ظهرت لا الجانب الهادي الابتسامة دي تدل على ان هي ظهرت. قال لي ظهرت له يفتح ايده يرفع ايده. طب كده اتفهمت الحمد لله. وانا على المطالبه بالبينه عشان اثبت انت انا معلش مطالبه انت بتطالب بالهواتف راحت منك. ايوه هو يقصد ان هو حتى ياخد الثاني. عايز تاخد الثاني لابد من بينه. تاخد البينه والبينه ايه فائدتها؟ ساعه الا ربع. اسف يبقى اذا انت تطالب بالبينه عشان ترتقي بالشك الى الايه؟ اليقين. هند من هند دخل زيد فأعطته هدية، قالت هذا الظرف جاءك وللأمانة أنا ما أفتحه. هند زوجة مين؟ زيد. فزيد فتح الظرف متهللا فرحا، حسب أن لؤلؤ الألماس والألماس فيه، فوجد محضر في قضية وردها مكتوبة بقضية الإيش؟ قضية النفقة. فقال أنت جاحدة، أنا لم أنفق عليك. قالت الكلام عند القاضي، مفيش كلام بيننا الآن، الكلام عند القاضي. فذهب للقاضي والقاضي يريد أن يحل المسألة بينهما. هند ادعت عدم النفقة هو الآن، صحيح ولا لا؟ والثاني يقول أنا زوجك، أنا أنت بتاكل منين وتشرب منين، أنا الذي أطعمك وأكسوك وأنفق عليك. التطبيق في القاعدة تعال عشان بقى طبقها أنت، طبق بقى الآن التطبيق بقى هنا. أين اليقين وأين تروي الشك؟ شفت؟ عارف هتجمعها فين؟ قال عندي دينار، هتجمعها في كده. هو دلوقتي المرأة تتهم الرجل هو اللي بينفق عليها. صح. نعم اتفضل. طيب والرجل يقول لا أنا أنفق عليك. طب خلينا ننتقل. صحيح اليقين عدم النفقة، عدم النفقة وزعمه بالنفقة تروي ايش؟ شك، وتروي الشك العبر طبيعي شرعا الا اذا جاب بينة. وانا قلت لك اللي يساعدك في كده حديث ايه؟ قال انفقوا على نفسك انفقوا على اهلك. الان هذا الالزام، الان هذا الالزام جاء الالزام الشرعي، فلا بد بين فيه، واذا الاصل عدم الالزام، فاهم؟ ولذلك النبي قال انفقوا على نفسك انفقوا على اهلك انفقوا على هي هذا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.